بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبات المغاد، فوائده الطبيعية العديدة وطريقة تحضير مشروب المغاد ومحاذير وأضرار استخدامه. هو نبات عشبي معمر، أوراقه قليلة بيضية عريضة خضراء زغبية باهتة، والأزهار في عناقيد طرفية، وتستعمل منه جذوره، وتختلف أحجام الجذور وأشكالها حيث تجمع ثم تقشر وتنظف وتقطع على هيئة قطع صغيرة طولها من 10 إلى 15 سنتيمتر، وتجفف في مكان نظيف معرض للشمس والهواء مع التقليب من حين لآخر. ينمو المغات على نطاق واسع في شمال العراق وإيران، حيث يسمى في إيران عرب قوزي أي جوز العرب، وأكثر الشعوب استخداما للمغات هو الشعب المصري أو من خالطهم من الدول القريبة منهم. مكونات المغات: يحتوي المغات على نشاء ومواد هلامية ومواد بكتينية وسيلولوزية ومواد معدنية وأيضا مواد دهنية. ونظرا لارتفاع قيمته الغذائية، فقد جاء ضمن الوصفات العلاجية للأطباء العرب القدامى كمقوي للأعضاء ومفيد لعلاج النحافة ولإزالة أوجاع المفاصل وعرق النساء والتشنجات وزيادة الحيوية الجنسية، وأصبح من المشروبات الشعبية المحببة وخاصة للنفساء والمرضع، لأنه يدر اللبن الحليب، لذلك أصبح معروفا كمشروب للولادة. اشتهر المغاد بمشروبه اللذيذ، شراب مغذي مشهور يصنع من الجذور المقشورة المجففة والمطحونة، وهي عبارة عن مسحوق ذهبي اللون ناعم الملمس جدا. فوائد المغاد: مفيد للصحة ونشاط البدن، كما أنه مفيد للعظام وللمرأة أثناء الحمل وأيضا بعد الولادة ولجمال البشرة، وهو يساهم في تعزيز القدرة على الإنجاب ويساهم في القضاء على مشكلة النحافة وضعف البنية. وسنذكر أهم فوائده: للعظام وللحامل، للمرأة بعد الولادة، لزيادة الوزن، للنحافة، للبشرة وللرضاعة، وأيضا فوائده للرجال وطريقة تحضير مشروب المغات، ثم سنتكلم عن أضراره. تابعوا معنا بعد الفاصل. سنبدأ بفوائد المغات للعظام. يحتوي المغات على الكثير من العناصر المفيدة لتقوية العظام ودعمها، فهو يعمل على تعويض المعادن الناقصة في الجسم مثل الكالسيوم، وعلاوة على ذلك فإنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ولذلك فإنه يعمل على علاج الالتهابات المفاصل ويقضي على مشكلات العظام، بالإضافة إلى أنه يلعب دورا فعالا في مكافحة مرض عرق النساء أو العصب الوركي الذي يصاب به النساء والرجال على حد سواء، وهو عبارة عن ألم ممتد من الظهر إلى الأرداف والساقين حتى الركبة. أما فوائد المغات للحامل، فيتميز المغات بقيمته الغذائية المرتفعة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز صحة المرأة أثناء الحمل، فهو يقيها من أعراض الحمل الشائعة كالغثيان والدوار والقيء، وكذلك فهو يساهم في تقوية جهازها المناعي لدرء خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية أثناء الحمل، وعلاوة على ذلك فإنه يمنحها ويمنح جنينها الكثير من العناصر الغذائية، ويساعد على تعزيز نمو الجنين وبناء أنسجة جسمه، كما أنه يحميه من الإصابة بالتشوهات الخلقية، ويساهم كذلك في حماية كل من الأم والجنين من الإصابة بالأنيميا. فوائد المغات للمرأة بعد الولادة: ويعطى عادة للسيدات بعد الولادة لمدة 7 أيام، وأحيانا يمتد لمدة 40 يوما. نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر المغذية، فإنه يعد من أفضل المشروبات المفيدة للمرأة بعد الولادة، حيث أن جسم المرأة يفقد الكثير من العناصر الغذائية بسبب الحمل والولادة، والتي يمكن تعويضها من خلال تناول مشروب المغات، كما أنه يساعد المرأة بعد الولادة على استعادة صحتها وعلى التعافي بشكل سريع. هذه هي فوائد المغات للمرأة بعد الولادة في مصر. ماذا عن باقي الدول؟ اتركوا لنا في التعليق عن تجربتكم في بلدانكم. فوائد المغات لزيادة الوزن: حيث يحتوي المغات على الكثير من العناصر المغذية
التي تساعد على زيادة وزن الجسم، فهو يحتوي على السكريات، ويتم صنع مشروب المغات بإضافة السمن إليه إلى جانب المكسرات والسمسم وغيرها من العناصر التي تمنح الجسم المزيد من السعرات الحرارية فتساعد على زيادة الوزن. أيضا فوائده للنحافة، فهو يساهم في علاج مشكلة النحافة والقضاء عليها تماما، وذلك عند الانتظام في تناوله يوميا حتى يلاحظ التحسن في وزن الجسم، ويمكن القضاء على مظهره النحيف، فبجانب المواد المغذية والسعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم عند تناول هذا المشروب، فإن من فوائد المغات كذلك أنه يعمل كفاتح للشهية، وبالتالي فهو يحفز الفرد على تناول المزيد من الأطعمة من أجل اكتساب المزيد من السعرات الحرارية. أما فوائد المغات للبشرة، ومن أهم فوائده أنه يعمل على تدعيم صحة البشرة والحفاظ عليها، فهو يمدها بأهم المغذيات التي تحافظ على حيويتها وشبابها، كما أنه يعمل على طرد السموم مما يساهم في تخليص البشرة من الشوائب، علاوة على دوره الهام كمضاد للالتهابات مما يساهم في حماية البشرة من الالتهابات والعدوى الجلدية. أما فوائد المغات للرضاعة، كما ذكرنا سابقا أن المغات مفيد للمرأة بعد الولادة لتعويض جسمها ما يفقده من عناصر غذائية، وليس ذلك فحسب، فإن المغات مفيد أيضا للطفل الرضيع، وذلك لأن هذا المشروب يساعد على إدرار الحليب أي لبن الأم المرضعة، مما يساعده على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية. أما فوائد المغات للرجال، فهو يوفر أيضا عدة فوائد للرجال بشكل خاص، فبعض الرجال يعانون من مشكلات خاصة في العلاقة الزوجية قد تؤثر على استمرار الحياة الزوجية، مثل ضعف القدرات والعجز الذي يعاني منه البعض، والذي يمكن علاجه عن طريق تناول مشروب المغات، وذلك بفضل قدرته الفائقة على تنشيط الدورة الدموية في جميع أعضاء الجسم. وليس ذلك فقط، فالمغات يساهم أيضا في علاج مشكلة العقم لدى الرجال، حيث يساهم في زيادة الخصوبة لديهم بفعالية. وبشكل عام يستعمل المغات كمشروب ساخن في فصل الشتاء، يشربه عامة الناس للتقوية والتغذية والدفء، ويقال أن المغات له تأثير على مرض الصرع والجنون، وضد البلغم وأوجاع الظهر والنقرس والمفاصل، ولكن لا يوجد ما يؤيد الاستعمالات الأخيرة علميا. أما طريقة تحضير مشروب المغات، فهناك أكثر من طريقة لتحضير المغات، وسنوجز هنا الطريقة التقليدية. لتحضير كوب من مشروب المغات، يتم إحضار ملعقة كبيرة من السمن وتوضع في إناء على النار لإذابتها، وبعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من السمسم ليتم تحميصها في السمن، ثم بعدها توضع ملعقة كبيرة من مسحوق المغات، ويتم تقليبها جيدا مع السمن والسمسم حتى يصبح لون المغات بنيا، ثم بعد ذلك نأخذ كوبا من الماء العادي من الصنبور ونصبه تدريجيا على المغات مع التقليب جيدا، ونضيف السكر أو العسل حسب الرغبة، وبعد ذلك نرفع الإناء عن النار ونصب المشروب في كوب كبير، ونضع على الوجه بعض المكسرات مثل جوز الهند واللوز والبندق والفول السوداني، ويقدم هذا المشروب ساخنا. وهناك بعض الإضافات لمشروب المغات المحوج، وهو المضاف إليه بعض المواد المغذية ومكسبات الطعم والنكهة، مثل حب الهيل، الحبهان، والحلبة، وجوزة الطيب، وإلى آخره. كما ذكرنا أن فوائد المغات للصحة والجسم كثيرة جدا وعديدة، وبالتالي فإن هذا المشروب يكاد يكون منعدم الأضرار، ولكن مع ذلك فلا ينبغي الإفراط في تناوله، فيكفي تناول كوب واحد منه فقط في اليوم أو كل يومين مثلا، وذلك لأن المغات يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات، ولذا فإن كثرة تناوله قد يؤدي لرفع نسبة السكر في الدم، مما ينتج عنه الإصابة بعدة مشكلات صحية. ومن أجل ذلك ينصح بعدم إضافة المزيد من السكر له، وأيضا لا ينبغي الإكثار من السمن أثناء تحضيره حتى لا يتسبب في زيادة الوزن، وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أساسا، فهؤلاء الأشخاص يجب عليهم أيضا التقليل من تناول المغات قدر الإمكان،
وعند شراء المغاة ينبغي أن نشتريه من مصدر موثوق أو شراء جذور المغاة نفسها وطحنها، وذلك لتجنب التعرض للغش في المكونات الذي يقوم به بعض التجار. وكملاحظة أخيرة، هذه العلاجات في الأحوال العادية وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا تسبب أضراراً، لكن يجب دوماً الرجوع إلى طبيب العلاج الطبيعي قبل استخدامها للتأكد من ملائمتها لحالتك الصحية وعدم تعارضها مع أدوية قد تتعاطاها وتحديد الجرعة الملائمة منها، وتزداد أهمية الاستشارة الطبية في حالة الأطفال وكبار السن. حبايبنا، ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، موضوع المغاد؟ وللاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.